نشر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الطارئة للمتضررين من الأمطار والفيضانات في محافظة مأرب، وأكدت مصادر في الساحة المحلية أن المركز بدأ توزيع المساعدات الإيوائية والغذائية الطارئة على الأسر المتضررة من الفيضانات التي اتاحت عددا من مناطق المحافظة خاصة تجمعات النازحين. وأضافت أن المساعدات تتضمن 400 خيمة و430 حقيبة إيوائية ومساعدات غذائية تصل إلى 1842 أسرة، إضافة إلى تلبية احتياجات 6207 أسر ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة. وكانت الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة مأرب تسببت في إلحاق خسائر بشرية وجرف الآلاف من مساكن النازحين والممتلكات، وخلفت دمارا هائلا في البنية التحتية. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إن اليمن معرض لخطر متزايد من الفيضانات الشديدة بسبب هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة الأيام القادمة. وأشارت الفاو إلى أن البلاد ستشهد خلال العشرة أيام الثانية من أغسطس الجاري أمطارا غزيرة تشمل محافظة إب وذمار وصنعاء وعمران وحجة والحديدة، ومن المتوقع أن تلحق الفيضانات أضرارا كبيرة بالمحاصيل كحدوث انهيارات أرضية في المنحدرات، ما يهدد البنية الأساسية والمجتمعات المحلية بأخطار مختلفة، كما ستعرض ظروف السكن الهشة لخطر التدمير ووقوع ضحايا، إضافة إلى انهيار أنظمة الصرف الصحي والقطاع النقل وفشل شبكات الاتصالات. ودعت الوكالة الأممية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من الآثار السلبية على حياة المجتمعات وسبل عيشها. من مأرب مراسلنا هناك محمود الحميدي يعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الأضرار وكيفية التعامل معها والمساعدات أيضا. إليك محمود. نعم محمود، دعنا نبدأ في البداية من التحديث الأخير الذي أصدرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين هنا في مأرب، حيث قالت أن عدد ضحايا الأمطار والصواعق الرعدية قبل ثلاثة أيام ارتفع إلى 8 وفيات و10 حالات إصابة. هذه الأرقام تتزايد، اليوم تم وفاة امرأتين في أحد المخيمات بسبب الأمطار. هذه الكارثة مستمرة والأرصاد الجوية ما تزال تحذر أن القادم ربما يكون أمطار مصاحبة برياح قوية، وهي الرياح التي اقتلعت خيام النازحين وأصبحت كثير من المخيمات اليوم ربما خالية من الخيام والمساكن التي كانت مبنية بطرق بدائية أو من الأقمشة وأعواد الأشجار. حتى المباني الطينية والمباني الإسمنتية بعضها تضررت بسبب الصواعق الرعدية. نتحدث عن أكثر من 7000 مسكن للنازحين تضرروا بشكل كلي. نتحدث بعد مرور تقريبا أكثر من 70 ساعة حتى الآن التيار الكهربائي لم يعد إلى مخيمات النازحين وحتى إلى كثير من الأحياء هنا في مدينة مأرب. السيول والأمطار أيضا تسببت بأضرار كبيرة في محافظات أخرى. نتحدث اليوم عن محافظة حضرموت ومحافظة شبوة التي داهمتها مياه السيول، وهنالك أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين. أيضا دخلت هذه المياه إلى منازل المواطنين في عدد من أحياء محافظة حضرموت. هنالك تضرر للعديد من المحال التجارية والسيارات التي جرفتها مياه السيول، والتحذير من ربما كارثة كبيرة ستكون خلال الأيام القادمة، ما حذرت منه منظمة الأغذية الفاو في مناطق ربما تعتبر سلة غذاء اليمنيين، وكل الأغذية سواء الخضروات والفواكه قادمة منها. ستتعرض المحاصيل الزراعية ربما لعملية طمر هذه مياه السيول. هنالك أيضا مخاوف من انهيارات صخرية في بعض المحافظات كمحافظة حجة ومحافظة صنعاء ومحافظة ذمار والمحافظات الجبلية جراء السيول المتدفقة من القمم المرتفعة. بالنسبة
بالنسبة للمساعدات، وصلت المساعدات إلى بعض المناطق المنكوبة، نتحدث عن المحافظات الغربية لليمن كمحافظة حجة ومحافظة الحديدة، لكن حجم الكارثة كبير جدا، أكبر من تدخل هذه المنظمات. هنا في محافظة مأرب كان التدخل الأول لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي وفر الخيام والمأوى والمواد الغذائية للنازحين، لكن هنالك دعوة من قبل السلطة المحلية للمنظمات الإنسانية الدولية للتدخل، كون أن الكارثة كبيرة، نتحدث عن أكثر من 7000 مسكن للنازحين أعدموا تماما، لا يجدون أي شيء، هم الآن يقفون وربما تحت الأمطار، الليالي تأتي وهم تحت الأمطار، بعضهم تم إجلاؤهم إلى المدارس والبعض الآخر فضل البقاء في مكان مسكنه، وربما الأيام القادمة ما تزال تتهدد محافظة مأرب والمحافظات الشرقية بشكل أكبر، حضرموت والمهرة وبقية المحافظات، من منخفض جوي واستمرار للأمطار والرياح والصواعق الرعدية التي قتلت إلى الآن أكثر من 60 يمنيا خلال أسبوع. أشكرك محمود الحميدي مراسلنا في مأرب. محمود شكرا جزيلا لك.